يا مرحب يا مرحب بالناس بكمل. لما نروح البيت التاني هنشيعوا لك العشاء. كتر خيرك يا ست الكل، يدوم العز. طب يا شويش جمعة تمسى بالخير بقى. يسعد مساك. ها ومين بقى اللي هيجيب الاكل للشويش ويرجع بيه؟ ومين غيرك يا اخوي؟ انت عايز الراجل يقول علينا بنكذبه عليه؟ وانت يا عبد العال، انت تخلي مراتك دي تتلم؟ قال لك هتفضحنا الليله دي. انا عشان كده قلت نخلصوا العباره اوام اوام. حسب الله، احنا هنفضلوا نموته في النسوان دي لحد امتى؟ لحد ما يخلصها عقبه.